وقبيل انطلاق الاجتماع الوزاري الثلاثي، وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم إلى الجزائر، وكان في استقباله بمطار هواريب مدينة الدولي وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل. مواصلة الاهتمام المشترك فيما بيننا وبين الجزائر وتونس لمعاونة الإخوة في ليبيا لاستعادة مؤسسات الدولة والعمل على الخروج من الأزمة وتحقيق الاستقرار. دول الجوار المباشر سواء كانت مصر أو الجزائر أو تونس لها اهتمام بحكم الجيرة وبحكم العلاقات الوثيقة اللي تربط بين الشعوب الأربع، ولكن أيضا نعتقد أنه معاناة الشعب الليبي قد طالت، وكل ما نوفره من دعم حتى يأخذ الأشقاء في ليبيا زمام الأمور ويستطيعون أن يحققوا خريطة طريق لمستقبلهم تحقق لهم الازدهار. نحن بالتأكيد نستغل أيضا هذه الفرصة للتواصل مع معالي الوزير فيما يتعلق بالقضايا الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.